مزيج من الحرف والعادات والتقاليد رسمتها هذه الألبسة التقليدية والحلي والأطباق المتفردة من مختلف مناطق الوطن، زينت معرض يناير في هذه الطبعة. درت جولة استكشافية في الغابات عن الحصول على هذا من نوع من القصب، من صبار، من أشجار لحصول حماية البيئة. شاركنا هنا باش يزيدوا يكتشفوا وباش نوروا لهم تاني باللي التقليدي ديما يقعد تقليدي مالغري كون نزيدوا اون بتيت توش هكا عصرية، مي توجور التقاليد تاعنا نشدوهم. شاركت باش نبينوا العادات والتقاليد تاعنا، وجوست ميم الحلوى درت لو تراديسيونيل لوريونتال العصري والتقليدي، وميم طون درت لمسة تاع بربر. وحفاظا على الثقافة الوطنية، منصة افتراضية تعرض ما تجود به أنامل الحرفيين الجزائريين، تدعيما وتشجيعا لهذا الحرفيين وهذه الجمعيات لنرافقوهم في ترقية وتثمين تراثنا ونشجعوهم على حفظه. كنا قد أطلقنا منصة إلكترونية في الصفحة الرسمية للوزارة، بدأت من 11 جانفي وتنتهي إلى آخر 31 جانفي، وهذا لإيداع ملفاتهم ليستفيدوا من دعم مشاريعهم في إطار دعم الجمعيات أو دعم المبادرات. معرض يناير هو فسيفساء من التراث يعكس مختلف العادات والتقاليد ويروج لها، فالحفاظ على موروثنا الثقافي هو حفاظ على الهوية.